السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو من قناة سمو برو. هذا الفيديو سوف يكون حول عملة الدوج كوين. هذا الأسبوع بالكامل مخصص لهذه العملة، سوف يكون انفجار لسعر هذه العملة خلال هذا الأسبوع، أي خلال نهاية هذا الأسبوع، أي يوم السبت. يوم السبت سوف يكون هناك برنامج تلفزيوني على أحد القنوات الأمريكية، والتي سوف يخص فيها إيلون ماسك، يعني حلقة بحيث أنه سوف يتكلم حول العملة وحول كذلك يعني مستقبل هذه العملة وكذلك جميع التفاصيل الخاصة بهذه العملة. فبهذا يعني بهذا البرنامج يعني سوف تصعد هذه العملة، سوف تعرف انتشار وسعر، وسوف يعرف يعني سوف تعرف هذه العملة عمليات كبيرة من كبار المستثمرين. فدورنا نحن هو جمع هذه العملة، والتي نقوم بجمعها أكثر من شهرين الآن، ونحن نقوم بشراء هذه العملة وكذلك أن نقوم كذلك حتى بتعدينها أو حتى عن طريق المواقع الاستثمارية، والتي سبق وقدمنا لكم واحد من أفضل المواقع وهو موقع بروكسس، والذي ستجد رابطه أسفل في صندوق الوصف. يعني سوف يخص هذا الموضوع كله، أو سوف نقوم بوضع فيديو كامل بخصوص جميع الصنابير التي يمكن لك أن تقوم بالاستفادة منها وجمع الدوج كوينات، يعني أو الدوج كوين، يعني الكثير من الصنابير، لكن جمعنا لكم الآن أفضل 5 صنابير يمكن لك الاعتماد عليها من أجل أن تقوم بجمع هذه العملة وسحب الأرباح عن طريق يعني منصة البينانس أو حتى أي والد يعني تمتلكها. فعلى العموم يعني لا أطيل أكثر في هذه المقدمة، سوف نقوم بالدخول إلى الشرح من خلال متابعتك لهذا الفيديو. لكن قبل الدخول إلى الشرح، أتمنى أن تدعمني من خلال ضغطك على لايك من أجل دائما تقديم لكم المزيد، وكذلك في حال لم تكن مشترك في القناة قم بعملية الاشتراك لتصلك دائما جديد فيديوهاتنا وتكون أول من يتوصل من الجديد. اضغط على تفعيل الجرس. مشاهدة ممتعة. اوكي، ها نحن الان قدمنا لكم مرة اخرى في قناتنا قناة سمو برو. فكما تشاهد معي الان، هذه الصفحة التي سوف تحتاجها قبل جمع اي عملة كيفما كان نوعها، بحيث اننا سوف نستعمل الميني واليت، ما يسمى بالفيوست باي، بحيث اننا سوف نقوم بجمع العملات يعني الى هذه المحفظة. فكما تشاهد معي الان، يعني المحفظة ستجد رابطها اسفل في صندوق الوصف. بالنسبة للتسجيل، طريقة روتينية تقوم بكتابة يعني معلومات الشخصية الخاصة بك، وتقوم بالتسجيل بشكل عادي جدا. اوكي، بعدها تضغط على تقوم بالدخول الى حسابك، وتضغط هنا على ديبوزيت، اي تقوم بالايداع. اوكي، بمباشرة بعد ان تقوم بالضغط على ديبوزيت سوف يحولك الى هذه الواجهة. فتشاهد معي الان، هنا البيتكوين، هنا الايثيريوم، هنا الدوج كوين، هنا اللايت كوين، وجميع العملات التي تشاهدها معي الان التي يمكن لك ان تقوم بجمعها عن طريق يعني الفيوست باي. فما سنقوم بعمله او ما سنقوم بالعمل عليه الان هو محفظة الدوج كوين، بحيث اننا سوف نقوم بتحويل الاموال الخاص بنا الى الدوج كوين. اوكي، فسوف نقوم بالضغط مرة واحدة على هذه الخاصية، بحيث انه يقول لي انه كوبيت، اي تم عملية النسخ بنجاح. فبالنسبة للمواقع سوف تجدها أسفل في صندوق الوصف، وأفضل أفضل هذه المواقع وهي توكيديا، التي تعتبر من بين أفضل المواقع. فتقوم أنت كسأقوم بعمل فتح الصفحة حتى يقوم بإعطائي الكود الكابتشا. يعني أنت بمجرد أن تقوم بالدخول إلى موقع، فأول شيء يجب عليك أن تنتبه إليه وهو الإعلانات التي تشاهدها بالجانب. اوكي، هي الاعلانات التي تشاهدها بجانب، هذا اول شيء يجب عليك ان تقوم بمشاهدته، او ان تقوم ب يعني بالتاكد منه. يعني هذه الاعلانات يجب عليها ان تظهر، في حال لم تظهر لك الاعلانات اي ان ارباحك لن تظهر، لأن أرباحك لن ترسل إلى المحفظة الخاصة بك. بعد أن تقوم بعمل نسخ، تقوم بلصق على رابط المحفظة هنا، وتقوم بتخطي كود هالكابتشا الذي تشاهد معي الآن أو الأنتي بوت، بحيث أنه يتأكد على أنك لست ببوت. فهنا تقوم باختيار الإكس 0 إكس 0، ها هي إكس 0 إكس 0، وهنا إكس إكس 0 إكس إكس 0 وهي هذه، إكس 00 إكس 00 هي هذه، وكلها أصفار، 3 أصفار. وسأنتظر بليز ويت يعني إلى العد التنازلي، إلى انتهاء العد التنازلي. فأظن على أنه سوف يعطيني على أن رابط المحفظة غير صحيح، لأنني قمت بالسحب يعني قبل دقائق. أوكي، سأنتظر هنا، سأضغط على جيت وسأنتظر هنا.
اوكي انا مجتهد معي الان لان بتمحض صحيح. يعني انت لو تاكد هذه الرساله لان انا قمت بعمل عمليه السحب يعني قبل دقائق. اوكي فنفس العمليه تقوم بعملها على جميع هذه المواقع التي تشاهدها معي، يعني افضل موقع وهو توكيليا، وبالنسبه للموقع الثاني وهو الافيوزيت، فهذا موقع اخر يعني بين افضل المواقع. فهذه السحوبات التي تمت من طرف هذا الموقع، يعني هذه اخر الأرباح، يعني هناك أخ شخص ما قد ربح 0.004، هناك شخص ما 0.005، يعني تجد هنا على 500,000 ساتوشي يعني قام بكسبها. أوكي فبالنسبة لموقع دياموند فوسيت فكذلك هو موقع نفس العملية، تقوم هنا بالضغط على أو تقوم بكتابة كود الكابتشا أو المحفظة الخاصة بك وتقوم بإكمال عملية تخطي كود كابتشا وتضغط على جيت ريورد بحيث انه يعطيك الارباح. فهذا الموقع يعني كونستانتي نوفا كذلك من بين المواقع الجيده والتي يعطيك يعني 686 يعني دوج كوين، يعني يمكن ان تقوم بالحصول عليها كما تشاهد معي الان هنا وبالنسبه للموقع الاخير وهو بي تي سي أو سايت، فهذا الموقع يعطيك يعني كل دقيقة، يعني هنا إبري مينيت يعطيك من بين يعني 10,000 إلى 40,000 ساتوشي، يعني تقوم بحصول عليها كل يوم، وهذا يعني جيد. يعني بالنسبة للمواقع تقوم بجمع كل عملة أو كل يعني كل في كل دقيقة تقوم بعملية جمع يعني مواقع وتقوم بجمع هذه العملة والانتظار إلى أن تصعد. يعني هذه الطريقة التي قمنا بجمع يعني نحن بها العملات يعني منذ 2015 إلى حد هذا الوقت الذي تشاهده معي الآن. فالعملة الآن هي الآن في صعود، يعني حتى الآن أصبحت يعني 6 سنت، وهناك أخبار كبيرة على أن العملة سوف تصعد خلال الأيام القادمة خلال البرنامج الذي سوف يحضر فيه إيلون ماسك خلال آخر الأسبوع خلال يوم السبت. فننتظر أن تصل هذه العملة خلال الأسبوع القادم إلى 1 دولار. نعم إن شاء الله سوف تصل إلى 1 دولار، وسوف تكون هذه العملة من بين أفضل العملات الإلكترونية المتواجدة حاليا، وإن شاء الله نتمنى أن تكون حتى منافسة للبيتكوين لما لا. فأتمنى أن تكون حلقة اليوم وفيديو اليوم قد نال إعجابك. في حال أعجبتك الحلقة وفي حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التواصل دائما بجديد القناة. كان معك خالد سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.